القاعدة الفكرية التي يحتاج إليها العمل المشترك، فهي ثقافة العمل الجمعي. هذه ثقافة، احنا ما عندنا هذه الثقافة كثير من ثقافة العمل الجمعي. شايفين عندنا تأليف كتاب مشترك، مجموعة من العلماء، مجموعة من الفضلاء، مجموعة من المتدينين يجلسون ويؤلفون كتابا مشتركا. عندنا هذه الثقافة كثير من لا. قلت أحيانا الظروف تفرض العمل الفردي، واحد مجبور يعيش في ظروف استثنائية، مجبور. هذا في الغرب موجود، التأليف المشترك. العجيب أنه أنتم راجعوا معاجمنا الرجالية تجدون أنه عندنا في التاريخ فكرة التأليف المشترك. مع أنهم كانوا يعيشون في تلك الظروف الضاغطة، ثقافة العمل الجمعي، هذه هي القاعدة الفكرية.